أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا. صفحة بيضاء جديدة نفتحها إلى الحياة مع إشراقة شمس الصباح، وعندما تدب الحياة في شوارع مدينتنا. في كل صباح حاملين إليكم مشاهدينا كل ما هو جديد، فصباح الخير والأمل والبركة والحياة إليكم أينما كنتم. صباح الخير زميلتي أمل. صباح الخير أفنان، وصباح الخير لكل مشاهدينا، نرحب بهم حيث يمنحنا العمر يوما آخر. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا إلى برنامجكم وموعدكم الصباحي صباح جديد، فأهلا وسهلا بالجميع. طبعا جولتنا الصباحية تمتد على مدى ساعة ونصف الساعة مباشرة عبر الهواء من قناة العالم الفضائية من طهران، الفن والثقافة والجمال والإبداع. أهلا بكم مشاهدينا أينما كنتم. اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2010، لا يزال العالم العربي يعيش في هذا الصباح أجواء رحيل المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله رحمه الله. رحمه الله جثمان العلامة الفقيد سيشيع اليوم الثلاثاء في موكب شعبي ليوارى الثرى في مسجد الإمامين الحسنين بالضاحية الجنوبية لبيروت. في جولتنا الصباحية اليوم سنتوقف عند أصداء رحيل السيد فضل الله في ظل استمرار التعازي من أنحاء العالم. إضافة إلى ذلك مشاهدينا الأفاضل في برنامج صباح جديد، لنا وقفة في متحف القرآن الكريم في مدينة تبريز الإيرانية لنتجول فيه وإياكم ونتعرف على محتوياته. كما لنا وقفة عند علاقة السيد فضل الله بالمقاومة. كما لنا حوارنا اليوم حول شخصية الراحل السيد فضل الله لنسلط الضوء على أبرز ملامحها. أيضا اليوم مشاهدينا في برنامجنا وقفتان صحفيتان في بيروت وطهران، وهناك أيضا فقرات أخرى. أذكركم مشاهدينا أنه بإمكانكم مراسلتنا عبر بريدنا الإلكتروني info@العالم.ir. إذا يبقى info@العالم.ir مشاهدينا جسرا للتواصل معكم ولإبداء اقتراحاتكم ومشاركاتكم ومساهماتكم. إذن مشاهدينا معكم نحن في برنامج صباح جديد وهذه الجولة اليومية. كما قلنا فيما لا يزال العالم الإسلامي يعيش أجواء رحيل المرجع الديني آية الله السيد محمد حسين فضل الله، فما إن تردد خبر وفاته حتى فاضت النفوس والمؤسسات والقادة بذكر مناقبه، فقد كان له على مدار عشرة السنين أياد بيضاء أينما حطت الرحال. اليوم يختلف المشهد في لبنان عن غيره من الأيام، فالضاحية الجنوبية لبيروت تشهد تشييعا يتوقع
أن يكون حاشدا للراحل، إذ لطالما اعتبره الجميع مرشدا وحكيما وسندا قويا في كل المراحل والمحطات الصعبة. وبالتأكيد فإن رحيله خسارة للعالم العربي والإسلامي أجمع. ولعل الملاحظة الأجواء يجد السواد يلف والحداد كل لبنان، وقد لبس الحزن كل حي وشارع، وبكت الوجوه بعد أيام من الانتظار وحبس الأنفاس أمام أنباء تضاربت عن استقرار حالته الصحية حينا وتدهورها حينا آخر. وفود تقاطرت من كل حدب وصوب، سياسيون، رجال دين، مواطنون كبارا وصغارا، إلى جانب الاتصالات التي انهمرت على المكتب الإعلامي للسيد فضل الله من شخصيات علم فكرية وعربية وإسلامية ومن مختلف الطوائف والمذاهب والأديان. نتقاسم الحزن مع العالم الإسلامي، وفي التقرير التالي سنتابع وإياكم أجواء رحيل السيد فضل الله. كاميرا برنامجنا أكيد رصدت أصداء ذلك في أكثر من مكان حول العالم. المزيد من التفاصيل نتابعها معا في التقرير التالي. بقلوب حزينة تقاطر آلاف اللبنانيون والعرب لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان السيد محمد حسين فضل الله في مسجد الحسنين في الضاحية الجنوبية لبيروت. فرحيل المرجع الديني جاء بمثابة الصدمة لكل من عرفه وخاصة الشعب اللبناني. سيد محمد حسين أول شيء خسارة الأمة الإسلامية كلها، كلنا بنحبه وكلنا بنعزه وبنحترمه الله يرحمه. سمعت السيد رجل لن يعوض، رجل الحوار والانفتاح، رجل الثقافة، كان يعني رجل لكل الأديان، ما عنده طائفة مش طائفة، لكل الأديان الله يرحمه. الرجل الذي تهلهل أمريكا وإسرائيل لرحيله، الحمد لله الله سبحانه وتعالى افتقده وأصبح بجنان الخلد، ونحن يعني بدنا نحس بغيابه لأنه ربينا فعلا على إيديه، ومش رياء أبدا هذا الكلام، ولكن هو حقيقة بالفعل. رب أجيال سمعت السيد، وإن شاء الله بنكون من اللي رباهن. شو بدي أقول لك يعني؟ إنسان ما بيتعوض، مثل ما قال لك انه امريكا واسرائيل عم بتهلل لغيابه، كلنا حنفتقد له، بس ان شاء الله ان شاء الله بيكون في رجلنا انسان غيره على طريقه، نفس المنهج، وان شاء الله رب العالمين بيعوضنا ان شاء الله. كان السيد اب لكل انسان بلبنان وبعتقد لكل العالم، ومأساة وخسارة كتير كبيرة لكل الناس. كتير منيح مع الناس كان، كتير، والايتام والفقراء كله كان هو مربيهم. نحن افتقدناه ولم نخسره بسبب العلم الذي تركه والحركة الشريفة التي بناها. هكذا رحل السيد، الصلاة بين شفتيه وذكر الله على لسانه وهموم الأمة في قلبه. رحل تاركا قلوبا حزينة ومحرابا خاليا، فاللبنانيون لم يفقدوا مرجعا دينيا وفكريا فحسب، بل فقدوا رجل المواقف الوطنية والكلمة الجريئة والأب الحنون الذي بلسم جراح آلاف الأيتام وآلامهم.